اهتمام الكتاب والسنة ببلدنا الحبيبة مصر. نعم يا أستاذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أطاعه أدناه، ومن اكتفى به أغناه، ومن سأله أعطاه، ومن دعاه لباه، ومن أعرض عنه ناداه، وهو الذي لا تنفعه طاعة من أطاعه، كما أنه لا تضره معصية من عصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن مصر، ما أجمل أن يكون الحديث عن مصر. طبعا ولدنا في ربوعها، نعم، واستنشقنا هواءها، وشربنا من مائها العذب، النيل والفرات اللذان ينبعان من عند سدرة المنتهى، كما قال جبريل لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه في رحلتي الإسراء والمعراج، سمعنا آيات تتلى من مولانا فضيلة الشيخ الفاضل. نعم. فالنيل والفرات، نيل مصر العظيم، نيل والنيل والفرات ممتدان من سدرة المنتهى، من الكوثر. نعم. فتربينا فيها وولدنا فيها. ولكن لنا سؤال، فمن شاهد الأرض وأقطارها، شاهد الأرض كلها وأقطارها، أنا أسأل سؤال، من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا، ومن رأى مصر وأهلها، اللي ما شافش مصر وأهلها فما رأى الدنيا ولا الناس. يا سلام، الله الله الله. مصر ذكرها الله في القرآن في 24 موطنا أو موضعا، بالتصريح، طارة بالتصريح وطارة بالتلميح. وتكلم عن شهامة أهلها وكرم أهلها، فمن شهامة أهلها ذكر القرآن الكريم مؤمن آل فرعون في الآية 28 من سورة غافر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نعم. بل جاء رجل مصري ناصعا لموسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فأخرج إني لك من الناصحين. نعم. وآسيا، السيدة آسيا من النساء الفضليات الأربعة المصطفين الأربعة، سيدة آسيا التي آية مصرية طبعا، التي اختارت الدار والجار معا، حينما كان يأتون إليها بني إسرائيل وهي تعذب مصلوبة في حر الشمس، وكان يأتي لها الكليم موسى في مصر ويقول لها يا آسيا ألك حاجة فأقضيها لك؟ فكانت تقول لا لا، ولكن أرضي ربي عني أم لم يزل غضبانا؟ فقال كيف لا يرضي عنك ربك يا آسيا، إنه يباهي بك ملائكة السماء، ربنا بيباهي بامرأة مصرية ملائكة السماء، فصل الله حاجتك، سل الله حاجتك. قالت ربي بني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. والسحرة، المصريون السحرة الذين كانوا في الصباح سحرة فجرة، وفي المساء كانوا شهداء بررة. ليه كانوا شهداء بررة؟ لما رأوا الآيات الصادقة من الله عز وجل، فألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى، وفي آية أخرى فألقي السحرة سجدا. ليه؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى، رأوا الآيات البينات. لماذا قالوا آمنا برب هارون وموسى؟ لأنهم حينما خروا سجدا بعدما رأوا الآيات، رأى كل واحد منهم مقعده في الجنة وهو ساجد، كل واحد شاف مقعده في الجنة وهو ساجد، فقالوا لفرعون اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة، الدنيا. كل دول مصريين، هؤلاء المصطفين، القصة نفسها وقعت في مصر يعني. نعم، القصة وقعت في مصر، وهؤلاء المصطفين الأخيار الصحراء الذين كانوا شهداء برا هم مصريون. وليس هذا فحسب، بل مصر أهل كرم. نعم. ألم يكرم ملك مصر، وكان من الهكسوس، يعني كان الهكسوس مستولين على مصر. نعم. ولكن حينما نزل مصر تعلموا الكرم من مصر،
ألم يكرمه الخليل إبراهيم بالسيدة هاجر أم العرب التي كانت من الفرمة من أرض سيناء؟ ألم يكرم ملك مصر سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وكانت من منيا من المنيا من محافظة المنيا بصعيد مصر أروس مصر. ألم تكن مصر تمد يد العون للدنيا كلها في عام الرمادة وفي أيام سيدنا موسى يوسف عليه السلام؟ قال وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى كل الصحابة على مصر وأهلها فقال إنكم ستفتحون، قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه إنكم وسلم. ستفتحون أرضا يقال فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا. نعم. وفي رواية أخرى إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم نسبا وصهرا، فإن لهم ذمة ورحمة أو ذمة وصهرا. لماذا؟ على أساس ماريا القبطية يعني، لأننا أخوال العرب مرتين. نعم. نحن أخوال العرب مرتين من السيدة هاجر التي كانت بأرض سيناء ولد بأرض سيناء. نعم. والسيدة ماريا زوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم. نعم. فنحن أخوال العرب مرتين. قال الكندي فما علم وما سمعنا ببلد أثنى الله عليها أو شهد لها أو شهد لها بالكرم كمصر. يا سلام. كندي قال هذا. وقال سعد بن هلال إن مصر مدت، إن مصر مدت للعالم كلها أيديها في عهد سيدنا يوسف. إن مصر مدت يد العون لكل بلاد العالم في عهد سيدنا يوسف. وقال سيدنا عمرو بن العاص رضوان الله عليه إن مصر ولاية جامعة، مصر ولاية جامعة أي من ولى أمر مصر كان كخليفة المسلمين، فولاية العالم كلهم في كفة وولاية مصر وحدها كلها في كفة واحدة. مصر بلد جامعة أو ولاية جامعة تعدل الخلافة. نعم. وقال الجاحظ لو ضرب إن مصر غنية بخيراتها، مصر غنية بخيراتها، فلو ضرب بينها وبين العالم بسور لاستغنت هي بخيراتها وما طلبت يد العون من أي دولة من الدول.